مشاهدينا الكرام في كل مكان نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج ملف خاص. أسدل الستار يوم السبت الماضي على منافسات كأس أفريقيا للسيدات بتتويج منتخب جنوب أفريقيا ووصافة لبؤات الأطلس. وقبل هذا النهائي الاستثنائي احتضن مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حفل جوائز الكاف الذي مر بأجواء رائعة وبتنظيم أشاد به القاصي والداني على غرار أحداث رياضية أخرى نالت فيها المملكة العلامة الكاملة، وهي ذات النتيجة التي انتهى بها مشوار التأهل للمونديال مع المنتخب الأول، وهي ذات النتيجة أي العلامة الكاملة التي نصبت الوداد سيدا لأفريقيا ونهضت بركان متربعا على عرش الكاف. وبين هذه الإنجازات لمع منتخب كرة القدم داخل القاعة، فنال الكأس العربي عن جدارة واستحقاق هناك في المملكة العربية السعودية، وهناك في الجارة الشرقية لقن أشبال الأطلس الخصوم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط دروسا كروية وحولوا مباريات رسمية لحصص تدريبية، فنال الميدالية النحاسية وإن كان قريبا من المباراة النهائية. هي إذن كما قلنا سنة أو سنوات استثنائية على مستوى تنظيم التظاهرات الرياضية وحصد النتائج الإيجابية، واليوم نتوقف عند هذه النهضة لنعرج على تفاصيلها أملا بأن يستمر الحصاد في قادم المنافسات. يسرني أن أرحب باسمكم بضيوف الكرام، والبداية ستكون مع الأستاذ بدر الدين الإدريسي الإعلامي الرياضي ورئيس تحرير جريدة المنتخب. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير زميلي نوفل، مساء الخير لكل مشاهدي ومشاهدات ميديا تي في، مساء الخير أيضا لزميل عبد الحق الشراط وأيضا لضيوفنا عبر الساتليت الذين سيأتي ذكرهم، لهم التحية مني. أهلا ومرحبا بك، ترحيب أيضا موصول بعبد الحق الشراط المعلق الرياضي الراقي في القناة الأولى، مرحبا بك. مرحبا زميلي نوفل ومرحبا بكل مشاهدي الأوفياء لهذا البرنامج الرائع. كما يسرني أيضا أن أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي في الفيفا في الكرة الأفريقية والمغربية سي سعيد بالخياط. سي سعيد أهلا ومرحبا بك. مساء الخير سيد نوفل، وتحية كبيرة للأستاذ أستاذ بدر الدين الإدريسي والسابق الشراط والضيوف اللي يلتحقوا بنا من بعد. شكرا جزيلا لك ومرحبا بك. يسرني أيضا أن أرحب بضيف عزيز ينضم إلينا من عمان عاصمة النشامة، الزميل الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم أهلا ومرحبا بك. صباح الخير عزيزي نوفل، صباح الخير لضيوفك الكرام من اليمين أو من الشمال، إن شاء الله جميع من أهل اليمين، بدر الدين الإدريسي، عبد العزيز الخياط، وأيضا بالنسبة أيضا للمعلق الرياضي الكريم ولجميع المتتبعين لقناة ميديا وان تي في، تشرفت بالتواجد معكم وبحول الله بالتوفيق لكم جميعا وحلقة مميزة. شكرا لك ولانضمامك لهذه الحلقة التي نحاول أن نضع من خلالها تحت المجهر منجزات الرياضة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالإنجازات على مستوى النتائج ولكن أيضا على مستوى التنظيم والتموقع داخل القارة الأفريقية كواجهة مشرقة للقارة السمراء على المستوى العالمي. سي بدر الدين الإدريسي، هل نحن اليوم في زمن الحصاد؟ طبيعة الحال في زمن الحصاد الذي يعقب مرحلة زرع طويلة، أعتقد أن أخذت منا وقتا طويل لكي نضع الدعامات الأساسية لهذا النهضة الرياضية، أيضا لنضع الرافعات الأساسية لبناء هذا الصرح الكروي المميز. أعتقد على أنه من الأساسيات ديال أي استراتيجية أو رؤية أو رؤية متوسطة أو بعيدة المدى أننا يجب أن ننفتح للعالم حتى نصدر الإبداع الرياضي المغربي إلى القارة الإفريقية وإلى العالم كله. والحال أنه في واقع الأمر منذ 10 سنوات تحديدا بدأنا نشتغل على عدد من الأوراش بتوازي، بمعنى أنه على مستوى جامعة كرة القدم ربما في وقت ما كنا نلوم أنفسنا ونلوم الجميع على أن كل الاهتمام يتم إيلاؤه للمنتخب الأول، وعندما يخسر المنتخب الأول منافسة من المنافسات وكأن الصرح يتهاوى ونعود إلى نقطة الصفر التي أسميها النقطة المشؤومة. اليوم أعتقد أننا تنبهنا إلى هذه العملية وبدأنا نشتغل على مجموعة من الأوراش. اشتغلنا على ورش كرة القدم داخل القاعة، كرة القدم النسوية، اشتغلنا أيضا على الفئات الصغرى للمنتخبات الوطنية، اشتغلنا على هيكلة الأندية، ولكن على وجه الخصوص اشتغلنا على شيء أساسي هو دعم تموقع المغرب في المنتظمات الدولية والإفريقية. صحيح أن المغرب كان عنده حضور، ولكن احنا نريد وكما قال السيد فوزي القجع أن نؤسس هذا التواجد، بمعنى أن التواجد على المستوى المنتظم الدولي ليس لشخص بعينه ولكن للمغرب. إذن مؤسسة هذا التواجد النوعي والكمي للمغرب على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، على مستوى الاتحاد الافريقي لكرة القدم، هو ما اعطى هذا الزخم الكبير على مستوى تنظيم البطولات. واعتقد على انه كما قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه مجرد اسناد
أي تظاهرة رياضية للمغرب هو إعلان مسبق عن نجاحها. صحيح. أعتقد أن هذا الأمر هو حصاد كما قلت زميلي نوفل، حصاد لزرع أتى أكله بطريقة جيدة وبطريقة معقنة. جميل، سأعود إلى معطيات تفضلت بها، خاصة تصريح موتسيبي المنتمي لدولة جنوب أفريقيا والذي يخرج في مركب الأمير مولاي عبد الله ويشكر علانية جلالة الملك محمد السادس والمملكة المغربية على كل هذه المجهودات، وبالتالي هذا اعتراف وأيضا قد يكون نصر دبلوماسي لهما بعده، وقد تفتح الرياضة بوابة أخرى لمصالحة سياسية. سي عبد الحق الشراط، لبؤات الأطلس يعني أداء مشرف، يعني أقول بملء الفيه، اختزلنا سنوات من العمل بهذا الإنجاز، بمعنى آخر أمم كروية متقدمة متطورة، أندية ومنتخبات على غرار نيجيريا وجنوب أفريقيا تحصل الأخضر واليابس في الألقاب الأفريقية النسوية، يأتي منتخب مغربي فتي شاب بخليط من النجمات في المغرب والديار الأوروبية، ويلعبنا هذه الكأس الأفريقية أمام حضور جماهيري قياسي، ويصلنا المباراة النهائية والخسارة أكيد واردة في عالم كرة القدم. هذا إنجاز قد يصل لمرحلة الإعجاز ربما. أبدأ من الأخير زميلي نوفل، حضرت المباراة النهائية في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وكما سبق لي حضرت العشرات المقابلات الكبيرة الفريق الوطني الذكور، لم يسبق لي قط أن شاهدت هذا التدفق الجماهيري الكبير نوعي وفي أجواء استثنائية. ويمكن نجزم بأنه قبل انطلقت المقابلة بثلاث ساعات الملعب كان ممتلئ على آخره، وضعف ذلك الجمهور غادر، لم كانش مكان فارغ، واحد أجواء يعني تحس بأنه انبعاث منتخب وطني نسوي، يعني كان مفاجأة الدور. احنا كمتتبعين نعلم بأن المنتخب هو ثمرة مجهود ثلاث سنوات من العمل، خصوصا مع المدرب الفرنسي رينولد اللي عنده واحد تجربه كبيره مع فريق ليون واللي سبق له توج كبطل اوروبا وبالدوري الفرنسي مرتين وكاس فرنسا، عمل معسكرات مسترسله. هذا المنتخب الوطني اللي لعب مباراه نهائيه مع منتخب جنوب افريقيا اللي سبق له حضر عشرات المرات النهائيات، وكانت النهائيه السادسه له مع الفريق الوطني. منتخب ماشي سهل، سبق له مشارك كاس العالم. اللي كاين هو انه هاد الصحوه الرياضيه على المستوى النسوي، أنا متأكد وتأكد من الكلام اللي نقول الآن، غتكون واحد النهضة كروية كبيرة على المستوى النسوي، والرهان أنه يكون عندنا عشرات الآلاف من الممارسات مستقبلا، وأنا أتوقع حضور جماهيري في الدوري الوطني للنسوي للآلاف من السيدات والنساء اللي صراحة لهذا العرس الإفريقي أعطى واحد الدفعة كبيرة على المستوى النفسي، وجعلنا أن نأمنوا أنه مستقبلا صحيح حتى الوصول لكأس العالم والمباراة النهائية كان مفاجأة بالنسبة للبعض، ولكن كنظن هذه تكون لبنة أولى، تكون إن شاء الله واحد انطلاقة كبيرة لكرة القدم النسوية، ونتوسموا خير في كأس العالم القادم إن شاء الله، وترسيخ لثقافة جديدة في التعامل مع الرياضة النسوية بشكل عام، ليس فقط على مستوى كرة القدم، ونحن لدينا بطلات في رياضات متعددة من التايكواندو للجيدو للكاراتي لمجموعة من الرياضات، واليوم تنعكس يعني على كرة القدم. سي سعيد بالخياط، هل كنت تتوقع أن ترى تلك الصورة المشرقة لكأس أفريقية نسوية، مع العلم أنها ليست النسخة الأولى، النسخة الرابعة عشر، ولكن ما حدث فيها من حضور جماهيري، من تألق للبؤات الأطلس، من تسليط الضوء من قبل وسائل إعلام محلية وعالمية على هذا الحدث الرياضي؟ أنت خبرت دهاليز الكاف، الممارسة الكروية والمنافسات الأفريقية بشكل عام، اليوم مرحلة استثنائية ربما تعكس تلك الابتسامة التي كانت على محيا رئيس الاتحاد الأفريقي موتسيبي. واش كنت متوقع هذا النجاح؟ باش نكون صريح، لا، ماشي لهذا المستوى. كنت متوقع باننا نتأهلوا لكأس العالم ووصلنا للنهاية، اللي في حد ذاته انجاز كبير. انا سبق لي انني كنت عضو بلجنة كرة القدم النسوية في الاتحاد الافريقي سنة 96، وفي 98 التحقت بكرة القدم النسوية في الاتحاد في الفيفا، وفي ذاك الوقت كان واحد الفراغ تام، يعني كرة القدم الافريقية كانت توجد في فريقتين فقط، نيجيريا وجنوب افريقيا، ونيجيريا هي دائما اللي كانت تمشي كاس العالم. باش اليوم نوصلوا، يعني الوصول ديال الناس في النهايه في حد ذاته انجاز كبير. باش نوصلوا للنهايه حقيقه انا جد مفتخر، ولكن هذا بحال نشاطر راي الاخواني اللي سبقوني في التدخل، هادشي ما جاش على عبث. هذه الخدمة بدأت في هذه السنوات، ما ننساوش لما جا سي فوزي الخزاع انشأ العصور الوطنية لكرة القدم النسوية، أعطى إعانات للفرق، انطلقت بطولة، لأن كنا كنمشيو لكأس إفريقيا وحنا ما عندناش بطولة محلية، اليوم انطلقت بطولة وشوية بشوية كتمشى،
هذه عامين جبنا يمكن احسن مدربين في العالم بالنسبه للفرقه النسويه، وهذه بشهاده الفيفا، لان عباجود نوبات الجائزه ديال احسن مدرب في العالم، لان ربح مع ليون ثلاثه ديال كؤوس الليغ دي شامبيون، واليوم هي احسن فريق اطلاقا في اوروبا في كره القدم النسويه. يعني الاستثمار كان مقديم، هذه عامين باش جا غينا بيدروس ووجدنا توجدت هذه الفرقه، يعني باش توصل لهذا المستوى ماشي غير نعم ماشي صدفه، لان تخدمت بحال كل حاجه، بحال الانديه اللي ما بداتش تفوز، لان لما نشوفوا الهزبريكان بريكان بدات من الاول وبداوا الملعب وحقوا القواعد وداوا البنيه التحتيه وجدوا كل حاجه، واليوم بريكان ولات من الفراق اللي كانت تلتحق بالوداد والرجاء والمغرب الفاسي والفتح والفراق اللي فاز بكاس افريقيا. الانديه ديالنا حتى هي اليوم كتوصل لنصف النهائي، علاش؟ لان الجامعه حاضره وكتساعد، كتخلص الطياره، كتصيفط، يعني مقدم المساعدات الكامله للانديه. صحيح. وهادشي كله بالخدمه اللي كنا كنتمناو من سنين، وكان الشاهد الكبير حاضر معكم سي بدر الدين الديسي، كنا كنغوتوا على هادشي وكنطلبوا هادشي، واليوم اليوم كنفتخروا به الحمد لله. الحمد لله. سنعود لانجازات الانديه الوطنيه، ولكن ايضا اذا تحدثنا عن الكره النسويه لابد ان نرفع القبعه لأندية مغربية آمنت ببناتها وقدمنا لهن كل الإمكانيات، الجيش الملكي، مولودية العيون، مجموعة من الأندية التي فيها فرق نسوية والتي يعني كانت خزان المنتخب الوطني، ولا ننسى غزلان الشباك المتوجة بجائزة أفضل لاعبة داخل هذه الكأس الأفريقية. ننتقل إلى عمان مع زميلنا وصديقنا معتصم يونس. معتصم، أعلم أن الأردن أيضا من بين الدول المتطورة في عالم كرة القدم النسوية، سبق أن استضافت بطولة عالمية على ما أعتقد تحت 17 عاما في عمان. أعلم أن الجامعات الأردنية تفرخ مواهب رياضية، يعني الجامعات الأهلية أو حتى الجامعات الحكومية على غرار الجامعة الأردنية ولا اليرموك ولا غيرها ولا مؤتة وغيرها من الجامعات، فأنتم لكم دراية بعالم كرة القدم النسوية، كيف تتبعتم هذا الإنجاز إن لم يكن الإعجاز لنساء المغرب بالتأهل للمونديال أولا ثم العبور للمباراة النهائية، مقارعة مدرسة كروية عريقة في عالم كرة القدم النسوية كجنوب أفريقيا؟ نعم، بكل تأكيد نحن لدينا تجربة في كرة القدم النسوية، ربما نحن متفوقين على الصعيد العربي في القارة الآسيوية، ولكن على الصعيد الإفريقي الآن ما شاء الله الكرة النسوية المغاربية متميزة متفوقة، ليس فقط المنتخب الأول الذي حل وصيف للأمم الأفريقية للسيدات، ليس أيضا بوصوله إلى كأس العالم، ولكن هناك أيضا منتخب تحت 17 عام أيضا وصل إلى كأس العالم، هناك أيضا حتى منتخب تحت 18 عام قدم أيضا مستوى ومردود فني كبير، حقق البرونزية في الألعاب المتوسطية، بالتالي لربما هي تبادل الخبرات، لربما نحن ننظر إلى بعضنا البعض، إلى أين نسير؟ هل نحن نواكب التطور الحاصل في منظومة وبوتقة كرة القدم العالمية؟ لأن الآن لم يعد التركيز منصب على المنتخب الأول أو على الفرق الجماهيرية الأولى للرجال في كل الدول، الآن أصبح هناك تركيز على كافة القاعدة الرياضية الكروية في مختلف الدولة، بالتالي القاعدة النسوية جزء هام وأساسي، كما هي الفئات العمرية، كما هي الأندية الهاوية، كما هي الفرق الأولى، كما هي تطوير وعملية مواكبة ما يحصل في كرة القدم الأوروبية والعالمية. بالتالي المنتخب المغربي بصراحة أو الجامعة الملكية المغربية حتى نتحدث بعين التخصص تفوقت الآن ليس فقط على صعيد الاستضافة بل أيضا على صعيد الحصاد، لأن وصول أكثر من فئة عمرية للكرة النسوية المغربية إلى المونديال هذا يؤكد بأن الاهتمام متوازن جدا في الكرة المغربية في الاتحاد المغربي ما بين الرجال ما بين النسوة، لأن عملية التوازن هي من تخلق الفرجة، هي من تخلق التنافسية العالية، هي من ترفع من سوية كرة القدم المغربية بشكل عام وبشكل خاص، لأن بصراحة لا يمكن إهمال جانب على حساب الآخر، لأن كرة القدم لربما هي متنفس الشعوب هذا صحيح، ولكن هي أيضا تخلق فرصة للتنوع المجتمعي من أجل خلق روح تنافسية عالية من أجل التنوع الرياضي في التكوين المجتمعي. بالتالي نحن ربما نعم تفوقنا في السنوات الماضية، ربما نعم استضفنا قبل عامين كأس العالم للشباب، ولكن الآن بصراحة المنتخب أو الكرة النسوية المغربية هي ما تتصدر المشهد العربي والمشهد الإفريقي بنجاحها وبإنجازاتها. شكرا لك معتصم، سنعود إليك أيضا في مواضيع وزوايا معالجة أخرى. أعرف أن الزمن لا يكفي ربما لمناقشة سنوات من الإنجازات لا على مستوى النتائج ولا على مستوى التنظيم للتظاهرات، ولكن سنحاول إدماج بعض الرياضات النوعية. يعني نتحدث سي بدر الدين عن كرة القدم داخل القاعة،
أيضا هذا يشبه الكرة النسوية، يعني هو استثمار نوعي من طرف الجهاز الكروي. في سنوات قليلة جدا تمكننا من الحصول على كؤوس أفريقية وعربية وتأهل للمونديال واللعب على مراكز طلائعية. هل نحن اليوم أمام استراتيجية واضحة المعالم أم نتائج تأتي بالصدفة؟ بالقطع لا يمكن اليوم في هذا العالم المتغير، في هذا العالم الذي تتصارع فيه وتيرات التطور على مستويات عدة، أن نتكلم على مكان يوجد للصدفة في صناعة أي إنجاز رياضي. بالقطع لا، لا يمكنني أنا شخصيا أن أستصيغ هذه العملية. أنا فقط لكي أقدر هاد الطفرة النوعية التي حدثت على مستوى بعض الأنواع النوعية على مستوى كرة القدم. نتكلم على كرة القدم داخل القاعة، نتكلم أيضا على كرة القدم النسوية، نتكلم أيضا على كرة القدم الشاطئية التي هي الآن ما زلنا شوية لا احنا في إطار وخا كان فيها اهتمام كبير لها اهتمام كبير ولكن هي تحيين المنظومة. نعم. يمكن أن نشتغل باستراتيجية ولكن تلك الاستراتيجية لا توصلنا إلى الأهداف، فبالتالي يجب أن نتوقف عند لحظة معينة ونعيد بناء الاستراتيجية بما يتطابق مع إمكانياتنا وممكناتنا وأيضا أهدافنا. أنا أقول اليوم لكي نستصيغ جيدا هذه المرحلة التي وصلنا إليها كان لابد أن نسأل أين كنا، من أين جئنا. الذي يتصفح أو يتفحص جيدا مشهد الكرة ومشهد كرة القدم داخل القاعة، وزميلي الشراط موجود هنا لأنه ابن عاصمة كرة القدم ديال الشراط مدينة القنيطرة، يجب أننا نوضع السؤال أين كانت هذه كرة القدم داخل القاعة قبل 10 سنوات وأين هي الآن في صورة أشخاصها وفي صورة منتخبها وفي صورة الإمكانيات المرصودة لها. كان عندنا أندية قوية، أجاكس طنجة في القنيطرة أيضا طبعاً. هناك أندية، هناك نواة للعمل، نواة كانت هناك نواة أنا معك، ولكن الرابط الأساسي اللي هو يأتي من الحزام الأمان أو عملية المصعد اللي غادي يصعدك من الإطار الوطني إلى الإطار القاري إلى الإطار الدولي يحتاج إلى استراتيجية تتبناها الجامعة الملكية المغربية للقدم، وهذا ما كان، بحيث أن الرؤية تغيرت، المنظور تغير، وبعد 6 أو 7 سنوات كنا نذهب لكأس العالم نخسر بحصص ثقيلة ونعود، كنا نذهب إلى كأس إفريقيا الأمم لا نستطيع أن ننافس منتخب مصر نخسر النهائي بالكاد ونعود. لكن الآن عندما أصبحنا نتسيد بفضل استراتيجية موضوعة تم الاشتغال عليها بدقة وباحترافية كبيرة، والحمد لله أنا أعتقد على أنها أكثرها من المنتج الوطني، بمعنى أنه راهننا على الكفاءة الوطنية على مستوى التأطير وعلى مستوى مكونات هذا المنتخب لنصل إلى المرتبة التي وصلنا إليها. منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل القاعة هو التاسع عالميا، لا ننسى أنه خرج من كأس العالم أمام منتخب البرازيل من دور ربع النهائي، لا ننسى اليوم على أنه سيد القارة وسيد العرب، يعني لقبين إفريقيين لقبين عربيين. أنا أعتقد الإجازات هي رد صريح على أنه المغرب لم تأتيه هذه الصحوة بفعل تغلغل ما داخل غرف القرار، لم يأتيه هذه الإنجازات الكبيرة لأنه له صوت نافذ داخل مؤسسة كروية معينة إفريقية، ولكن جاء بفضل عمل بفضل استراتيجية. الذين يقولون هذا الكلام يغبنون المغرب ويغبنون هذا العمل القاعد الذي أنجزه، اللي نتمنى أنا شخصيا كإعلامي رياضي أعيش هذه الصحوة كما عشت صحوات رياضية سابقة، نتمنى أننا نستثمر في هذا الذي فعلنا ونؤمن، ونؤمن زميلي نوفل قبل غيرنا بأن هذا العمل جاء بفضل استراتيجية واضحة المعالي متطابقة يجب أن نستمر فيها، أن نطور فيها، نطور من خلال المنظومة. ما حققنا شيء جميل ولكن نحن نتطلع إلى الأفضل، وقد كنت أنا وزميلي الشراط في حفل استقبال جميل جدا من طرف إحدى المؤسسات للمنتخب كرة القدم داخل القاعة بمدينة القنيطرة، وقلت مباشرة وأنا أتوجه بالكلام للإطار الوطني الرائع هشام بكيك الذي أصبح اليوم من المرجعيات الدولية في مجال الاختصاص، قلت له حلمنا اليوم أن تنافس على كأس العالم ليس عيبا، الآن أصبح بإمكانك أن تنافس على كأس العالم وأن تكون بين الأربعة الأوائل. بالحديث عن هشام يحسب له أيضا أنه يمكن أن نقول أن هناك نضال في السياسة، مناضلين على مستوى وضع أسس متينة لاقتصاد وطني ما، وهناك مناضلين رياضيين منهم هشام آمن بحظوظ هذا المنتخب هذه النخبة وفعل ما يمكن تفعيله من أجل الوصول إلى هذه المراتب، وأخذ بيده شخص فوزي لقجع
نقولها بملء الفيه. ولا أنسى فيديو دموع هشام دقيق يعني وهو يتحدث عن الماضي الأليم نوعا ما وكيف كان يعني وكأنه يتطفل على المشهد ولكن وبراتب زهيد جدا وأنت عندك تفاصيل استشارات، لكنه آمن بهذا الحلم والحلم الآن أصبح يكبر كما قال السيد الإدريسي، وربما لما لا ننافس يوما ما على التتويج بلقب كأس العالم. بالفعل زميلي نوفل كما قال زميلي بدر الدين، القنيطرة معقل كرة القدم المصغرة منذ تقريبا 50 سنة، وأعرف عن قرب هشام دقيق لاعب دولي سابق وعائلة مهووسة بكرة القدم المصغرة، الرجل لم يأتي بميدالة لهذا النوع الرياضي، لما نهى مساره الكروي ونهى مساره التعليمي آمن بقدراته ووجد واحد صعوبات كبيرة واحد حواجز كبيرة، ولكن أصر بأن يصبح مدربا. وبالفعل يمكن نقول فرج في تقريبا في 2014-2015 فتحت له أبواب وضع استراتيجية أمنوا بها المسؤولين في الجامعة الملكية لكرة القدم. الرجل انطلق من الصفر، هذا واقع، راسه صغير يعني كيشتغل بدون بهرجة بدون نجومية، رويدا رويدا ولا كيتسلق الدرجات. وكما قال زميلي بدر الدين فيما مضى كان استعصاء الكرة القدم مصغرة خصوصا أمام فرعينة اللين المصريين اللي كنا كنجمع صورة كبيرة. اليوم الأمر طبعا ربحناهم بخمسة في الكأس العربية، كنت أنا مع كنت مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا الأمم اللي كانت بمدينة العيون وقدموا مستويات رائعة. اليوم عندنا فريق عالمي والجميل ماشي غير ليس فقط النتائج على مستوى المنتخب، بل هناك عمل قاعدي في الدوري الاحترافي لكرة القدم المصغرة والقاعدة ما فتحت تتوسع. واليوم نحن ضمن 10 الأوائل والحلم بدأ يكبر يعني دورة بعد أخرى، ما يمكن إلا يعني نتمنى كل التوفيق للمدرب هشام دقيق اللي وضع واحد استراتيجية في كل فئات العمرية ماشي غير المنتخب الكبار، كل فئات العمرية، واللي إن شاء الله كيكون واحد التسلسل واحد التعاقب ديال الأجيال باش ما يكونش فراغ، وكنظن بأنه الصحوة غادي تشد الثمر إن شاء الله لأطول مدة ممكنة بإذن الله. ونديروا إعلان يعني في قنيطرة الزملاء وأصدقاء دايرين حفل أيضا بحضور نجوم الكرة الوطنية وأيضا الإعلام الوطني سينظم حفل نهار الجمعة بحضور نخبة من نجوم كرة القدم المغربية ونخبة من الإعلاميين، هذا التشريف يستحق بكل سهل يستحق الاحتفاء أن يكون شعبي مدني وأيضا على مستوى الجامعة، وهذا يعني أمر ربما محفز نوعا ما للاستمرار في العطاء الذي لا ينضب. اقتبس من كلامك سي بدر الدين لأذهب لسي سعيد بالخياط، يعني قال سي الإدريسي قبل قليل بأنه يعني لا يمكن أن ننسب هذه الإنجازات التي تأتي في رياضات فردية وجماعية وأيضا نوعية كالفوتسال ككرة القدم النسوية لأننا مثلا لدينا صوت ما في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي أو نائب ثالث أو ثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي أو أننا في دهاليز الكرة الأفريقية حاضرون. أنت سي سعيد كنت يعني أحد الأسماء البارزة في هيئات الاتحاد الأفريقي الفيفا ويعني أماكن أخرى من صنع القرار الكروي العربي وحتى الأفريقي. اليوم هل بالفعل الحضور أعطانا حقوقنا وأننا بالفعل أصبحنا اليوم على الأقل بإمكاننا أن نضمن مصالح منتخبات الوطنية والأندية؟ بمعنى آخر حين كان هناك سيطرة وهيمنة لبعض الأصوات، لا أريد أن أذكر الأسماء الآن، كان هناك حيف وظلم لا في التظاهرات لا من الناحية التنظيمية ولا من ناحية التنافس، بل أكثر من ذلك خرج البعض وقال بأن الحكام كانوا يختارون على المقاس ليحكموا هذه المباراة دون غيرها. المغرب اليوم لا يأخذ فقط إلا حقه، وبالعكس حين يقوم بتنظيم تظاهرة رياضية أفريقية ولا تابع حتى للفيفا داخل المملكة المغربية فإنها تكون ناجحة بكل المقاييس وتعكس ذلك الوجه المشرف عن قدرات تنظيمية أفريقية محضة. أنا متفاجئ شوية من الكلام ديالك لأن تكلمت على حيف وتكلمت على ظلم وعلى عدم تنظيم، ما كان عقلش بأن المغرب كان تقدم بتنظيم أي متظاهرة وتوقيت اليوم السيف وزير رجع اللي جاء به هو أنه حاضر وحاضر بحال اللي كانت حاضرة مصر أو حاضرة على جنوب أفريقيا، أي تظاهرة كتجي كنطلبوها وكيعطيوها لنا. من سوره الخصوصي بدا الدين قال وشاهد ما كناش كنطلبوا تنظيم، يعني شنو طلبنا؟ طلبنا كأس إفريقيا للشباب اللي تنظمت فيه ثلاث ممكنات، كان يمكن نظموا كأس الأمم ديال 2000 ما تقدمناش بها، كان يمكن نقدموا كأس الأمم ديال 2008 ما تقدمناش، كان يمكن نقدموا كأس العالم ديال 2009 ما تقدمناش بالطلب،
نقولها الواقع. رفض لنا طلب تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2015 إبان انتشار فيروس أوبولا، ولكن أنا لم أقل بالخياط إنه نحن كنا نظلم على المستوى التنظيمي، لا أنا قلت اليوم أنا مع المغرب 100% لأن هذا نعم. السبب ديالي للخلاف مع عيسى حياتو والمغادرة ديال الاتحاد الأفريقي بكل واضحين. أنا ما كنتش متفق معاه لأن ماشي غير عيسى حياتو، جميع الأعضاء ديال المجلس التنفيذي اللي كانوا ضدنا باش نكونوا واضحين. ولكن كان شخص كيقول لي اللي حب الاتحاد الافريقي، وكان الكامون عبات كل الكؤوس الافريقيه وكؤوس العالم. كاين جهازات كتوصي طبعا بحال كره القدم، ديما كاين بعض الظلم، كاين بعض الانصاف، كاين بعض الحالات اللي ماشي، ولكن ما كناش. واليوم ولاو عندنا نجوم في التسيير بالتسيير، بحال مصر اللي كان عندها محمد احمد ولا هاني ابو ايدا، ولا مصر تونس بالمرحوم سليم علولو، ولا الجزائر محمد رواه. اليوم عندنا النجم في التسيير الافريقي والعالمي هو فوزير الصجاح، ونعترفوا ونفصحوا بالوجود ديالو. يعني ماشي الوجود ديالو غادي يحمينا ولا يعطينا شي مقابلات ولا يعطينا شي حاجه، الوجود ديالو تيشرف المغرب. لان اليوم افريقيا كلها والعالم يعني حتى الاتحاد الدولي كيعترفوا بوجود النجم في التسيير في المغرب سميتو فوزير الصجاح، وهذا الشيء انا كنفتخر به لان كنت كنحلم به، كنت كنطالب من ديما. لان المغرب لما تقدمت انا لكاس افريقيا للاتحاد الافريقي خدمت وادي ما قدمنيش للجامعه، طلب مني ومشيت ودابس واش كان معايا شي واحد، لما كنت بوحدي كندابس على المقعد، لما كنت في غانا درس بوحدي على المقعد، ولا مغربي كان معايا. السي العالمي جا عندي حتى 12 الليل للساعه 9 الصباح، مشات سي فوزي الخجاع، مشات مجموعه لان رغبه سياسيه اكيده، واحد الظروف جيوبوليتيه مهمه. المغرب دخل افريقيا وخلا، واليوم المغرب عنده مصالح في افريقيا اقتصاديه، ويعني فوق اليوم ولا دبلوماسيه رياضيه مهمه. صحيح. لوصلت للنتيجه. نعم. هذا باش نهدلو، اليوم خصنا نفتخروا بوجود نجم في التسيير الرياضي بحال اللي كانت سليم علولو، كانت عنده واحد الصورة عالمية، واليوم عندنا السي فوزي الخجاع في المغرب ونفتخروا به ونفتخروا بالقيمة ديالو. لأن ماشي سهل تدخل لإفريقيا تتمبوز، يعني كتولي نجم، كتولي شخصية محترمة. شوف التسيير والتنظيم نغيانا بواغ مع النتائج الكروية. النتائج الكروية حاكم فوسط الملعب كيدير شغالو انت وزهرك. لا صحيح، ولكن ما قصدت أنا سي سعيد أننا يعني في سنوات عدة لم نكن نحصل على حقوقنا، يعني ليس ببعيد حتى في ظل تواجد السيد فوزي الإقجاع ما حدث في ملعب رادس كان فضيحة. الفار يوظف في الرباط ويحسب هدف لنادي الترجي، ولكنه لا يفعل هناك في تونس، ويحرم الوداد من هدف شرعي. فأنا كان أقول أنه مثل هذه الأخطاء كانت تتكرر، حتى العصبة التي ربحتها الرجاء في تونس أيضا كان هناك مسلسل يعني دراماتيكي على مستوى التحكيم. اليوم أقول أننا بالحظوة أو بالمكان التي أصبحت المملكة المغربية في أجهزة الاتحاد الأفريقي لا يمكن أن يمر مرور الكرام أي اعتداء على حقوق مغربية على مستوى المنافسات الرياضية، سواء تعلق الأمر بالمنتخب الوطني أو حتى بالأندية الوطنية المنافسة. لم يعد هناك الريموت كنترول التليكوموند الذي يتم توجيه فيه الحكام، وأيضا بعض الأمور والتظاهرات التي لا تمنحك حق حتى حق الاستضافة في ديارك. اليوم نتحدث عن نسختين أخيرتين من دوري أبطال أفريقيا تنظم في المملكة المغربية، لأن التنافس كان بناء على صناديق الاقتراع لا على الحظوة التي يتمتع بها اتحاد على حساب اتحادات أخرى. هذا ما قصدت. وهذا بفش الشغل واللوبيين ديال رئيس الجامعة، ولكن ما تنساوش يعني كان جبدوه السلبيات كاين الإيجابيات. ما تنساوش في 2010 لما أقصي الوداد في مازيمبي، لما مشينا للاتحاد الأفريقي وأهلنا الوداد مع إقصاء مازيمبي اللي كان لعب. صحيح. يعني ما نديوش كل شيء كحال، كان نديوش في هذا الرومالي. يعني كان بحق بالدوات، جات واحد الوقت تونس كانت مسيطرة، جات مصر سيطرت، الجزائر مع راهو واخدت حقات، طيب نقولوا واقع. اليوم المغرب عنده شخصية عاوتاني كتدافع عليه وعندها قيمة. هذا هو الاستنتاج، هذا هو الربح الكبير، هو أن دخلنا للدبلوماسية الرياضية من الباب الكبير وخصنا نبقاو فيها. جميل. ديما كنعيبوا علاش ما كيمشيش، علاش اليوم حنا بغينا ندخلوا. اليوم كنشوفوا الوجود المغربي في كل جهة. السيدة رئيسة الاتحاد ديال كرة الطائرة، اليوم رئيسة الاتحاد الافريقي. صحيح.
سي بالمحي في الفكرة. يعني أنا عدد الناس سي الهلالي عدد الأعضاء اليوم مغاربة الجامعات حاضرين في الجهاد العالمية. صحيح. هذا ما كانش. وقبل ذلك كانت نوال متوكل نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية. نوال متوكل ما كنت دخلش عليها لأن كانت في اللجنة الأولمبية في أعلى جهاز. كنت دخلش على نوال متوكل هذاك هذاك. زميل. حنا كنديرو دابا في العمل ديال كل نهار ديال تو دي جو خص الشجاعة يعني السياسة. علاش؟ لأن كاينة سياسة كاين إرادة سياسية لهذا العمل. صحيح. لأن باش تاخذ ربعة ديال الاتحادات الخارجية من مصر تجيبها للمغرب راه إنجاز كبير. خدينا الطائرة ما عقلش هما كاين ربعة ديال الرئاسات خديناها من مصر ووقعت ضجة في مصر. وما تمشي السيدة تربي الكونفدراسيون اليوم حتى هي راه عضوة في اللجنة. السيدة رئيسة الاتحاد كرة الطائرة اليوم راه عضوة في اللجنة الأولمبية الدولية حتى هي. هذا شيء كبير. هذا هو اللي كنا كنبغيو. صحيح. لا يختلف أحد على أن المغرب يعني اليوم برجالاته وبنسائه أصبح بالفعل يتموقع في مراكز صنع القرار على مستوى مجموعة من الرياضات الفردية والجماعية. أنتقل لك معتصم في عمان. يعني أكيد تابعت النقاش الجاري حاليا وتعلم علم اليقين أن اليوم حتى على مستوى الاتحاد الآسيوي نتذكر الانتخابات التي كانت وحتى من آسيا حتى في مجال رئاسة الفيفا كيف كان يعني الأمير علي بن الحسين قد ترشح للرئاسة وكان في سباق محموم مع أنفانتينو إلى المسافات الأخيرة لولا بعض ما حدث في الكواليس. أنتم كيف تنظرون في المشرق العربي اليوم إلى حضور مغربي وازن على مستوى مراكز صنع القرار في الكرة الأفريقية والعالمية؟ حتى صدقني أن يعني التوافقات التي حدثت بعد تغيير أحمد ووصول موتيسيبي لرئاسة الاتحاد الأفريقي حدثت في العاصمة الرباط ولا لسي بدر الدين. صحيح. التوافقات صحيح. كانت هنا في الرباط. الرباط هي من وحدت الصوت الأفريقي ومن يعني خلقت تلك التوازنات التي أدت بهذا الاتحاد بحلته الجديدة. كيف تنظرون من عمان لدولة هناك في أقصى المغرب تقوم بدور محوري في الرياضة لن أقول الأفريقية ولكن حتى العالمية؟ بكل تأكيد هي نظرة احترام نظرة اعتزاز ونظرة تقدير كبير للإدارة في المملكة المغربية على جميع الرياضات على جميع الاتحادات. لأن بصراحة المملكة المغربية فرضت نفسها بالإقناع وبالحجة على كامل القارة الإفريقية بأنها سيدة المشهد. دوما هي السباقة في عملية استضافة الأحداث، دائما هي الأكثر جهوزية من حيث المنشآت الرياضية، من حيث التجهيزات، من حيث أن تكون من أوائل الدول التي تترشح لاستضافة أي حدث رياضي في أي لعبة سواء فردية أو جماعية. لا ننسى بأن المملكة المغربية هي الدولة الإفريقية ولربما العربية الوحيدة في العالم التي ترشحت 5 مرات وقدمت ملف لاستضافة كأس العالم ولم تنجح، بالرغم من أن جنوب إفريقيا هي من نجحت في تنظيم كأس العالم 2010. ولكن دوما المملكة المغربية جاهزة للحضور، دوما المملكة المغربية هي من تقدم خدمات، دوما هي من تكون على أعلى الأصعدة التنظيمية والتنافسية. بالتالي نحن نشاهد بأن هناك ازدهار متوازن ما بين القدرات التنظيمية والتسويقية وأيضا الرياضة بمختلف أنواعها في المملكة المغربية على جميع الأصعدة سواء النسوية أو الرجالية، على الأصعدة الفردية أو الجماعية، على مختلف الرياضات التي لربما بصراحة الآن هو الزمن الخاص بالرياضة المغربية لأنها متفوقة في مختلف الألعاب. حتى في لعبة الفيفا المنتخب المغربي موجود في كأس العالم متأهل للمونديال الفيفا. وبصراحة هذا الشيء يحسب للرياضة المغربية بأن هناك تركيز على جميع الرياضات على جميع الرياضيين. بالتالي الكرة المغربية أو الرياضة المغربية أو الاتحادية المغربية خرجت في 15 عام الماضية من إطار بأنها منجم لتصنيع نجوم وكواكب في ألعاب القوى على غرار سعيد عويطنة والمتوكل وهشام القروج وغيرهم. الآن الرياضة المغربية أو المملكة المغربية منتجة لمختلف النجوم في مختلف الرياضات في مختلف الألعاب. صحيح. إذا نظرنا في الأشهر القليلة الماضية ما الذي استضافتها المملكة المغربية في مختلف منشآت سواء في مركز محمد السادس أو غيرها من الملاعب الرياضية المتواجدة، الملاعب الأولمبية والملاعب العالمية، استضافت عدة أحداث في غضون فترة قياسية وجيزة. وهذا يؤكد بأن المملكة المغربية دوما على أهبة الاستعداد. إذا شاهدنا ما يتعلق بالمؤتمرات الإفريقية بمؤتمرات الفيفا، المملكة المغربية لا تتحدث فقط بموقعها الجغرافي الذي يربط الشرق بالغرب أو الشمال بالجنوب، بل هي الآن أصبحت تهيئ كافة
الأسس والمناخ البيئي المناسب والمناخ السياسي الرائع من أجل جمع الجميع واتخاذ القرارات السليمة. بصراحة الآن المملكة المغربية سواء في الرباط سواء في الدار البيضاء في غيرها من المدن المغربية الكبرى الآن هي مطبخ لما يحصل في القارة الإفريقية وحتى شريك أساسي في صناعة القرارات داخل كونغرس الفيفا وفي مختلف الاتحادات. مطبخ للصالح العام لصالح الكرة الأفريقية لأنه كلمة مطبخ تحي بمعاني ربما سلبية كنقول هناك طبخة تطبخ في مجال ما فكتكون عندها نوعا ما يعني تفسيرات أخرى ولكن صح معتصم. نحن هنا في 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 الأردن أو في آسيا نتحدث بالمطبخ نتحدث عن المكان الذي يسع صحيح. كل شيء تدار فيه الأمور نعم وتقديم أفضل الأشياء صحيح. هذا ما قصدته بأن المملكة المغربية تحتضن الأحداث وتقدم أفضل ما لديها على الصعيد التنظيمي على الصعيد التسويق على الصعيد التنافسي وبصراحة نجاحات باهرة متكررة لا تكل ولا تمل. أشكرك أستاذ بدر عنده مداخلة في ذات الإطار معتصم أستاذ بدر الدين عنده مداخلة زميلي نوفل جرت العادة في إطار هذا الزخم في إطار هذا الهيجان في إطار هذا التفاعل الكبير مع احتضان المغرب لكثير من التظاهرات الرياضية الورشات العمل على المستوى الإفريقي على المستوى الدولي جرى العادة أنه يطرح سؤال بخبط وأحيانا بمكر نعم. ماذا استفادت كرة القدم المغربية من وجود فوزي القجع في سدة القرار أو في غرفة القرار أو في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟ أنا أريد أن أسأل سؤال آخر أبعد منه، ماذا استفادت كرة القدم الإفريقية من وجود المغرب في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح، وعقلاء إفريقيا يطرحون هذا السؤال ويجيبون. أنا سأقول لك بعض من الإجابات. حدث سنة 2017 لما عدنا من كأس إفريقيا للأمم بالغابون وأقصي المنتخب المغربي من دور ربع النهائي من منتخب مصر، والتقيت بالسيد فوزي القجع على هامش إحدى التناظرات على مستوى كرة القدم الإفريقية، أقسم على أنه لن تجرى بعد دورة الغابون كأس إفريقية بنفس المواصفات في ذات الملاعب التي أجريت فيها كأس إفريقيا الأم، لأنه هذا ما كان في تلك اللحظة إساءة للاعب الإفريقي إساءة لكرة القدم الإفريقية. وأنت رأيت ونحن رأينا جميعا كيف أن التنظيم سحب من الكاميرون صحيح. وذهب إلى مصر سنة 2019 وشاهدنا كيف أن الكاميرون اجتهدت وأنتج وأعطتنا 7 أو 6 ملاعب من أروع ما يكون نظمت فيها هذه البطولة اللي كانت بطولة ناجحة. شاهدنا أيضا كيف أن والمغرب دعم الكاميرون طبعا على عكس ما كان يروج بأن المغرب يريد أن يستضيف البطولة يريد أن يقفز على البطولة، بالعكس هو تخلى عنها لما ذهبت إلى مصر مؤكدا على أنه يقف في صف الكاميرون، وبعد ذلك وقف مع الكاميرون ودعم الكاميرون ماديا ومعنويا من أجل أن تنظم هذه الدورة التي كانت دورة ناجحة على مستوى الملاعب، نتكلم على مستوى مسارح التباري التي يجب أن تليق بالنجوم الأفارقة الذين يأتون من كبريات الأندية الأوروبية. طبعا استفادت كرة القدم الإفريقية من وجود المغرب في هذا العدد الكبير من التناظرات، رأينا تناظر حول كرة القدم الإفريقية حول كرة القدم النسوية تناظر حول البنيات التحتية والتي تعززت برسالة ملكية سامية موجهة إلى الأفارقة تقول لهم على أن هذه المنشآت الرياضية التي أنشأها المغرب هي موضوع رهن إشارة الأفارقة. لم يكن كلاما للمزايدة زميلي نوفل، بل المغرب استضاف الكثير من المنتخبات على في جائحة كورونا، الكثير من المنتخبات كانت وأنا التقيت بوفود دول جاءت إلى المغرب مستضيفة المباريات. كان المغرب يمكن يكتفي أنه يعطيك ملعب ويقول لك تفضل العب مباراة. سي بدر الدين، البنين احتضناها في مراكش ودرنا لها معسكر إعدادي مشات ربحتنا في كأس أفريقيا مش مشكلة. على كل حال حتى نؤكد على أن هذه العلاقة الجديدة اللي بناها المغرب مع قارته الإفريقية، علاقة جنوب جنوب، علاقة الانفتاح، علاقة العمق الإفريقي، ليست مجرد شعارات ترفع في الهواء. وهنا أريد أن أقول بأن هناك في كثير من الأماكن لا أريد أن أسميها، إنما هي سياسة الدولة. سياسة هناك توجهات للعاهل المغربي حين قام بأكثر من 50 زيارة في دول الاتحاد الأفريقي صحيح. الجامعة الملكية المغربية عقدت أكثر من 40 اتفاقية تعاون صحيح. ودعم للاتحادات القارية الأفريقية قبل أن نجد هذا الحدث أو هذا اللغط الذي يتم الآن حول المغرب. هذه هي اتفاقيات تمر عبر سياسة دولة واضحة جنوب جنوب كما تفضلت. واليوم احتضان المنتخبات الأفريقية
التي سواء التي لديها أوضاع أمنية سيئة أو التي ليست لديها مرافق رياضية واحتضانها للعب مبارياتها داخل المملكة المغربية، يعني هذا الشيء ما فيه لا جميلة لا والو. اليوم المغرب يعبر عن أنه بالفعل دولة أفريقية تسعى للنهوض بالكرة الأفريقية ويرحب بضيوفه حتى ولم يكن حتى لهم علاقة لا بالمنافسات ولا بمجموعة المغرب ولا بغير ذلك. ومن هنا زميلي نوفل، من هنا زميلي نوفل نضع ما يصرح به دائما باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي في سياق صحيح. الرجل منبهر بما يرى، يعني لما يقلك بهذا العبارة على أنه مجرد إسناد أي فعالية رياضية للمغرب هذا إعلان عن النجاح. شاهدنا ذلك في حفل جوائز الكاف، أنا شخصيا تابعت الكثير من حفلات الجوائز الأفضل، هذه واحدة من أرقى حفلات الجوائز، لا من ناحية المكان ولا من ناحية التصوير التلفزيوني ولا من ناحية الفقرات. صحيح أن الاتحاد الإفريقي ضالع في التنظيم، ولكن المغرب رصد دخل في التنظيم أيضا. عندما نقول على أن النسخة 14 لكأس إفريقي الأمم السيدات هي من أنجح الدورات، نقول ذلك لأن أول المستويات الفنية ارتقت إلى درجات عليا، نقول ذلك لأن كان حضور جماهيري وازن حطم كل الأرقام القياسية، ونقول أيضا لأنه كانت هناك تنظيم دقيق وجيد. وهنا يجب أننا نتوجه إلى صناع النجاح اللي في الخفاء الذين لا نذكرهم دائما، اللي هما السلطات الأمنية اللي حقيقة على مدى 15 يوما وصلوا الليلة بالنهار من أجل أن يخرجوا هذه الفعالية كعادتهم دائما في كل التظاهرات الرياضية. ولكن لم يكن هذا لينجح لولا أن لك في مملكة مغربية قيادة تعرف بأن الرياضة متنفس للشعب، تعرف بأن الرياضة محرك للاقتصاد، وتعرف بأن الرياضة ذلك التجسيد الأبرز لكل الروح الخلاقة والمبدعة. فكانت البنى التحتية، ساديو ماني كيجي عندك المركز محمد السادس بالمعمورة يقول لك لم أكن أعلم بأن في أفريقيا لدينا مركز من هذا النوع. يأتي أنفانتينو يقول هذا بمواصفات عالمية لا نرى له مثيل. هذه البنى التحتية لنوفل جينيراسيون ديال الملاعب من مراكش إلى أكادير إلى طنجة لم تكن لو لم يكن هناك ثقة من الدولة والقيادة بأن الاستثمار في الرياضة وفي البنى التحتية الرياضية ذا جدوى وقد يجعلنا يوما ما قطبا للأحداث الرياضية القارية الكونية العربية والعالمية. بالفعل زميلي نوفل، جلالة الملك محمد السادس نصر الله كان دائما يولي اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضيين، وهذا حافز قوي ودعم قوي للمنظومة الرياضية ككل. المغرب اليوم لا أحد يجادل بأنه على مستوى البنية التحتية يسير بسرعة قياسية، ولكن فأن نعود للماضي القريب في 2013 لما احتضن المغرب كأس العالم، ولما جاءت الأمطار الطوفانية اللي شهدنا اللي حولت الوجه من المجمع الرياضي أمير ملعبية لمراكش في ظرف 48 ساعة. نعم. شهدنا اللوجيستيك وكيف كانت الأمور، يعني هذا يعطي أن المغرب أصبحت عنده المستوى اللوجيستيكي والرياضي جاهز. واليوم ملعب أخرى في طريق التشييد كما هو الآن في مدينة الحسيمة، وهناك توجه لإنشاء ربما أكبر ملعب على المستوى الإفريقي ملعب مدينة الدار البيضاء، وملعب أخرى أوراس كبرى. هذه البنية التحتية تعطي المغرب الرياضة والاستقطاب، وكما قال تفضل زميلي بدر الدين عشرات المنتخبات الإفريقية جات المغرب، ولأنها لدرجة أنها ربما لم تريد أن تودع على اعتبار الحفاوة والاستقبال واللوجيستيك والأمن، الجانب الأمني مهم جدا. اليوم المغرب وفي خط تصاعدي. غنضيف واحد نقطة أخرى، النقل التلفزيوني اللي أنا عنده ارتباط كبير مع البنية التحتية، البلد العربي الوحيد الذي يقوم بتغطية 8 مقابلات دفعة واحدة، هذا يعطي الانطباع أنه حتى المستوى الإعلامي المغرب غادي في واحد خط تصاعدي. وقال بالحرف باتريس موتسيبي قال بأنه توجب تشكر كبيرة الشركة الوطنية للتلفزيون. هذا دليل قاطع بأنه كاين هناك أمور متوازية ما بين البنية التحتية والعطاء الرياضي والتغطية الإعلامية، وهذا عطى واحد التوازن وعطى واحد الدفعة قوية للرياضة المغربية. أكيد إن شاء الله. أكيد الإعلام هو تلك المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية للواقع المعاش في كل مجالات، فما بالك في الرياضة. وكل التحية لجنود الخفاء الذين هم أيضا يعني اليوم لم يكن لك نقل محترف لم تصل تلك الصورة بتلك الجمالية التي عكست عليها مجموعة من البطولات، وليس فقط كأس أفريقيا لكرة القدم النسوية. بالخياط ماذا بعد؟ هذا هو السؤال. اليوم الحمد لله بنى تحتية على أعلى مستوى، منتخب وطني للسيدات يصل للمونديال ولنهائي كأس الأفريقية، منتخب الكبار يصل لنهائيات كأس العالم في قطر، الوداد يتوج بدوري أبطال أفريقيا، نهضة بركان يتوج بكأس الكاف السوبر مغربي 100%، مجموعة من المنجزات أشبال الأطلس ونحاسية ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
ماذا بعد؟ هل بالفعل اليوم تستعيد هذه الأمة المغربية الرياضية يعني ألقها وبريقها لنبني على مستقبل قد يكون أفضل إن شاء الله على مستوى الرياضات الجماعية والفردية؟ أخي نوفل، الصعيب ماشي باش توصل للنتائج، الصعيب هو باش تبقى في النتائج. اللي نتمناه هو أن نبقاو في نفس النهج، والأندية ديالنا تعمل مجهود، لأن كنظن بأن الجميع عملت واحد المجهود كبير بزاف. تخشيم الأندية ديالنا تعمل مجهود باش نبقاو ماشيين في نفس النهج، باش نبقاو مكان، لأن إذا العام الجاي ما كناش في الربع الذهبي ديال الأندية، هتقول راه يتنسى. من ثلاث بين ثلاث كأس العالم للأندية ديال أقل من ديال النساء، أقل 13 سنة، وديال الكبار خصنا هيئوا مزيان، وخصنا نقدم وعندنا كأس العالم جاية في قطر، خصنا نقدم وجه اللي كيليق بهادشي ما قدموا المغرب إن شاء الله، وغنقدموا إن شاء الله، لأن عندي أنا عندي لي عندي أنا يعني كنحس بأن كاين واحد النهضة، بحال اللي قالوا الإخوان قبل، لأنه أنا رجل عظيم سيدنا الله ينصره، وقف مرياضيين وتقدم واحد الدعم كبير مادي ومعنوي، وهذا شيء لا ينسى، لأن المكوى رئيس الأمة قائد بلاد وراء رياضيين غادي يعطيو الماكسيموم. وقبل ما نسلم عليكم ونودعكم، بغيت نشير واحد تهاني خاصة سي سفيان البقالي، نسينا هذا من هيا الكرة، والله ما نسيته. أنا ما نسيته، والله ما نسيته هنايا، بالعكس اللي حقق إنجاز آخر للمغرب، وزاد صحيح باش تفوز بطولة العالم في ماشي سهل الظروف، شيء عظيم. هنيئا للمغرب، وكل افتخار بأنه إنسان مغربي، وهنيئا للمغرب، والله ينصر سيدنا، والله وشكرا على هذا. بارك الله فيك سي سعيد، واحد نحن نفتخر بك، يعني لطالما كنت ذلك السند والعون، سواء لنا كإعلاميين في المسابقات، نقولها بصراحة سفير فوق العادة. فنتمنى أيضا أن تحظى ذات يوم بتكريم منك وسائل الإعلام، ونسترجع معكم نوستالجيا، ذكريات جميلة جدا كانت للمغاربة في الأجهزة الأفريقية. الحمد لله، اللقاء معكم كله تكريم. الله يحفظك يا رب. الإخوان السي بدر الدين ديسي اللي كان هو الأستاذ ديالي، الله يطول في عمره، والسي عبد الحق الشرقي الله يحفظ الله، اللي جالسين معكم، يعني الصداقه ديالهم كنعتبرها تكريم. شكرا. وطبعا اخينا وفال اللي خدمنا معاه ايام صعبه وسهله في عده كؤوس افريقيه. انا ما قمت الا بالواجب ديالي، وكنت بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك سي سعيد بالخياط، إلى لقاء قريب بإذن الله. غنمشي في دقيقة معك معتصم، يعني كيف تنظر أيضا إلى إنجازات متتالية على مستوى الأندية والمنتخبات المغربية والفئات العمرية، حتى قلنا أشبال الأطلس، هناك يعني قارعوا الطليان والجزائر وفرنسا ومنتخبات كثيرة متطورة، وكانوا قاب قوسين أو أدنى حتى من النيل الميدالية الذهبية، لولا تفاصيل دقيقة. أكيد نعم، بكل تأكيد، الآن هي سنوات الازدهار وسنوات الحصاد بالنسبة للرياضة المغربية والمملكة المغربية، والتي أصبحت منجم لتصدير اللاعبين، منجم لتصدير المواهب على المستوى العالمي والإفريقي. وبكل تأكيد تصريح متسبي بعجالة قال طالما أنا رئيس الكاف لن يكون هناك أي تميز أو تفرد أو عملية محاباة لأي دولة أو مجتمع من أجل الاستضافات. بالتالي هنا نرى أن المغرب يفرض نفسه كسباق في هذه الاستضافات من أجل إنجاحها، من أجل ازدهار الرياضة على الصعيد الأفريقي في مختلف الرياضات. بصراحة الآن الرياضة المغربية تسير بشكل متوازن كما يحصل في دول العالم المتقدمة، من صناعة، من تجارة، من تسويق، من شهرة، لأنها أدرك بشكل صحيح بأن عملية صناعة الرياضة هو جانب مهم في عملية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، للمجتمع المحلي، للتكاتف الجماعي من أجل الصعود. أشكرك معتصم، ومقارعة الكبار في مختلف الرياضات. أعتذر على المقاطعة صديقي، شكرا جزيلا لك معتصم يونس المحلل الرياضي الأردني، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. شكرا لك. كسؤال أخير، يعني والباب مفتوح لكما سي بدر الدين وعبد الحق الشراط، الإطار الوطني حقق إنجازات مع الكرة الوطنية، وليد رقراقي يتوج مع الوداد بدوري الأبطال، أيضا اليوم هشام بديك مع منتخب كرة القدم داخل القاعة، لدينا الحمد لله ثقة، ولدينا أيضا إنجازات نوعية. الحديث الآن يصب حول
المنتخب سيذهب لقطر مع وحيد أم لا؟ وأنباء تقول بأنه أقيل، وأنباء أخرى تنصب هذا أو ذاك على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني. أنا كنوفل وأقول رأيي الذي يلزمني كحال الكثر من الشارع الرياضي، أعتقد أن المدرب منتهي الصلاحية، وفي كلام السيد رئيس الجامعة كانت مجموعة من الإشارات التي انتقدت حتى الأداء. فماذا ينتظرون السيد بدر الدين؟ حققت كل هذه النجاحات فلتجعل منها سنة استثنائية بأن تذهب قويا إلى قطر لكي لا تكون هناك في خطر، بل بالعكس تحاول العبور إلى ثاني الأدوار. زميلي نوفل، ما أعتقد لأنه حيرتني الكثير من مثل الأسئلة في مشواري الرياضي أو الصحفي أو شحال فيه شحال 40 عام أكثر ما حيرني هذا السؤال لأنه أطرحه على نفسي، وأنا مثلك جازم في الاعتقاد على أنه أنا أفضل أن يكون لنا كأس عالم من دون وحيد خليلوديتش. صحيح أن خذوها عن بدر الدين الإدريسي، صحيح أن الرجل حقق على المستوى الرياضي الرقمي والنتائجي حقق نتائج جيدة، هذا ما في أدنى شك ولا يمكن أن نزيد فيه، يعني على مستوى التأهل لكأس العالم، على مستوى التأهل لكأس الإفريقي الأمم والوصول إلى الدور الربع النهائي، الطفرة النوعية اللي حدثت على مستوى التصنيف العالمي، أوكي هذا ما في أدنى إشكال. لكن أنا عندما أرى برؤية مستقبلية، عندما أرى المنتخب بنسخته المونديالية، أرى على أنه من الأفضل أو من الأليق أن تكون له رؤية تقنية غير الرؤية التقنية للسيد وحيد خليلوديتش. وننتظر رد فعل الجامعة. طبعا سأضيف فقط لما قاله زميلي بدر الدين، ورد الموضوع ديال وحيد صبحني فيه كلام كثير. الآن بدأ العب العكسي، بدأ الديكون ديال كأس العالم، هذه يبقى أم يغادر لا أحد يعلم ذلك، لكن وأنه المدرب المسؤول الرقمي كان موفقا، ولكن دخل صدام مع الصحافة، صدام مع بعض اللاعبين، بعض نجوم فريق وطني، أكثر من ذلك تفوه بكلمات جارحة للجمهور المغربي، للجمهور المغربي. حبل الود بينه وبين واحد الموحد كبير من الجمهور المغربي انقطع. هذا ربما في ثواني معدودة. الامتحان الحقيقي لوحيد الأول مع المنتخب الوطني كان مباراة مصر في كأس الأمم الأفريقية وفشل، رغم أنها كانت هناك هدية في بداية المباراة من أشرف حكيمي. والامتحان الثاني كان مباراة الولايات المتحدة، المنتخب المنظم السريع وفشل، يعني لا يقاس على 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 طبيعة حال ان المقابلات الاقصائيه وضعته مع منتخبات يعني ماشي مصنفه من العيار كبير. لكن الان وانه يلزمنا التفكير في اقصى سرعه ممكنه بالبديل ديال الفريق. شكرا لك سعد الحق سرات، شكرا ايضا جزيلا لك سي بدر الدين الادريسي، مع حفظ الالقاب لكم جميعا. شكرا لمعتصم يونس كان معنا من عمان، شكرا ايضا للسيد سعيد بالخياط الذي كان معنا عبر الهاتف من تطوان، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. لكم اجمل تحيه اينما كنتم، الى اللقاء.